حياكم الله من جديد مشاهدينا، وحين في هالفقرة بنتكلم عن بيئة العمل، بنتكلم عن ازدياد الحاجة في المؤسسات لتوظيف مدرب. هناك جانب مهم يجب أن ندركه، واللي هي فوائد دمج منهجية الكوتشنج في أسلوب إدارة القادة أو المدراء. فأيضا بنتكلم هل هناك فرق بمجرد يعني إرشاد وإخبار الموظفين بما يجب القيام عليهم من مهام والعمل، أم أن يجب علينا العمل على تطوير طريقة عملهم ومهنيتهم لتنفيذ أعمالهم. خلي أعطيكم هذه العلاقة المرتبطة بين الكوتشنج وبين القيادة في بيئة العمل مع ضيفنا دكتور عادل المرزوقي، مدرب وكوتش معتمد. مساء الخير ومساء القيادة. الله يسلمك، الله بارك الله فيكم، ان شاء الله مساك الله بالخير، مساك الله بالنور ان شاء الله. اولا انا محتاج تعريف بين القائد والكوتش. الكوتش هو مدرب، لكن حتى القائد محتاج الكوتش. نعم، طبعا في فرق بين المدرب والكوتش، في فروقات بسيطه. المدرب هو اللي يعطيك دوره تدريبيه، يعني يدربك على مهارات، يعطيك معلومات وقد يغير في قناعات. أما الكوتش فهو شخص يجلس معك جلسة، يسألك أسئلة تخيلك أنت تصل إلى الوعي والإدراك والاسترشاد والاستبصار بذاتك وتحقق أهدافك، ويكون معك لما تحط الخطة وتنفذ هذه الأشياء. القيادة هو الشخص، القائد هو الشخص اللي عنده قدرة على التأثير وتحريك الآخرين إلى الهدف المشترك. تمام؟ فالقيادة أنواع، في بعض الناس قائد يعني تشاركي، في بعض الناس قائد ديمقراطي، في بعض الناس قائد دكتاتوري، في بعض الناس القيادة تختلف. لكن من أنواع القيادة القائد الكوتش، يعني كيف أني أدمج بين مهارات القائد وأدمج بين مهارات الكوتش، وأكون قائد وكوتش مع موظفيني، أسمعهم، أفجر طاقاتهم، أطلع الحلول منهم، نضع الحلول بشكل تشاركي، وهذا يساعدنا على الوصول إلى الأهداف بشكل أسرع. لما نكون موظفين معاي في الصورة، عارفين إحنا وين رايحين وين سايرين، لا شك أن هذا يخليهم ينشطون ويتشجعون أكثر من شخص قاعد في مكتبه يصدر أوامر فقط. بالضبط. على الموظفين. نعم. يعني نحن الحين دكتور عادل قاعدين نتكلم عن مهارات يجب أن يكتسبها المدير المسؤول يعني لطريقة التعامل مع موظفينه وتوجيههم. نعم هو القائد، أنا دم أقول المدير هو مثل ما نقول ربان السفينة. نعم. اللي يمسك بي يعني فريق العمل هذا، يا يرتفع معهم إلى الأعلى يا يتم في نفس المستوى. نعم. فمعنا حين محمد عبيد، جاهز قبل أن نخوض في هذا السؤال؟ جاهز ولا مش جاهز عشان نتكلم؟ جاهز. طيب إذا تسمح الدكتور عادل، اليوم عندنا مهرجان رياضي وأيضا خيري في نادي الوصل لأصحاب الهمم. إحنا بنروح حق زميلنا محمد عبيد موجود هناك، بيطلعنا على الأجواء حاليا وبنرجع نستكمل هذا الموضوع. ونرجع مع دكتور عادل، كان موضوعنا أنه بنتكلم عن القائد، القائد اللي أنا أطلق عليه قائد عنده مهارات، وعن المسؤول المدير. هل في فرق بين القائد والمدير؟ نعم، طبعا يقولون كل قائد مسؤول، وليس كل مسؤول قائد. فأيضا مش كل مدير قائد، ولكن أحيانا يكون شخص ممكن مش مدير ولكن قائد، يعني في مجموعته. فالقيادة كلمة أشمل من المسؤولية، أو من يعني إنسان يكون مسؤول. طبعا القيادة عشان إنسان يكون قائد، ونقدر نقول عن قائد، لازم يكون أول شيء إنسان مؤثر، صاحب رؤية مستقبلية، يفكر في المستقبل أكثر من الحاضر. تمام؟ ويكون عنده قدرة على التعامل مع الموظفين أو الناس اللي حوله، عنده قدرة على التأثير، يسمعهم، يعرفهم، يجند نقاط القوة اللي عندهم، يستفيد منها بأفضل طريقة ممكنة، يفهمهم. لذلك القيادة تتعلق كثيرا بالعلاقات أو بالنفس الإنسانية، تتعلق بالمستقبل، تتعلق بالرؤية، وتتعلق بالتخطيط وشحذ الهمم للوصول إلى هدف مشترك. المدير أو المسؤول هو الشخص اللي يطبق القوانين والأنظمة. تمام؟ ما يفكر بالأشخاص، ما يفكر بالإنسانية، ما يفكر يعني الزعل، أنا عندي موضوع لازم أخلصه، فهمت لي؟ أنت لازم تخلص الموضوع هذا. ما يفكر وايد يعني الشخصية الإنسانية أو مشاعر الموظفين، عنده إجراءات لازم يخلصها، وغالبا يفكر في الحاضر أكثر من المستقبل، ما عنده مبادرات مثل القائد، ما عنده تفكير استراتيجي تخطيطي مستقبلي بعيد المدى مثل القائد. وهذا اللي يميز بين القائد مثل القائد وهذا اللي يميز بين القائد اللي يميز القائد عن يعني المدير أو المسؤول فقط.
كثير ما نسمع قصص أن هنالك يعني مسؤول ما بدأ انضمام لمؤسسة معينة في البداية أحبوه أفراد العمل وغيره، ولكن بعد ما تعرف على الجميع اختلف اللون، اختلف التعامل، اختلف أمور كثيرة. هل هي من صالح العمل أو من صالح المسؤول هذا أو من صالح كبيئة عمل شاملة يعني؟ نعم، طبعا تغير المسؤول ممكن يكون لها أسباب، أنا ما أعرف شو أسباب تغير هذا المسؤول، ولكن الإنسان عندما يدخل أي مكان أكيد يتعلم ويفهم الموظفين. فالقائد المفروض عندما يفهم الموظفين يضع كل جندي في مكانه، يضع كل موظف في مكانه الصحيح، يستغل طاقاتهم، يستفيد منها، ويجند الجيش اللي عنده من الموظفين لتحقيق الهدف الاستراتيجي اللي حاطتنا الدولة أو حاطتنا مثلا في مؤسستها أو شركته للوصول إلى هذا الأمر. لذلك من الأشياء المهمة أن القائد يكون عنده الكوتشنج، لأن الكوتشنج معناه أن إنسان يعرف يحدد أهدافه مع الموظفين بشكل جيد، يعرف يقيم الواقع ويعرف نقاط القوة والضعف الموجودة في مؤسسته أو في موظفينه، يعرف الفجوات الموجودة ويعرف كيف يعني يتلافاها ويغطيها ويسدها، يعرف كيف يتعامل مع إدارة التغيير، لأن أحيانا التغيير يحتاج إلى يعني شغل، فيعرف كيف يغير في الموظفين، يعرف كيف يتعامل معهم. والفرق بين القائد الكوتش هو الشخص اللي ييسر التغيير ولا يفرض التغيير، مو غصبا عنكم تسوون هذا الشيء واللي ما يسوي ترى أنا براوي، تمام؟ لا، هو اللي يجتمع مع موظفينه، يكلمهم عن المشكلة، يطلعون بعصب ذهني وحلول مشتركة، فالكل بيقتنع فيها بدون ما أقولهم لازم تسوون هذا الشيء. إذن يعني احنا فعلا محتاجين في كل مكان كوتش. نعم. زين، احنا الحين اعتقد انه وصلنا الى مهارة، وانت تتكلم عن الانصات. نعم. الاستماع، هاي في حياتنا اليومية اذا احنا ما نسمع لبعض. نعم. يعلى صوتك على صوتي، احنا ما نسمع بعض. نعم. فنطيح في خطأ يعني هذا الحوار وما نوصل لنتيجة. نعم. اش كثر مهم المسؤول القائد ان يكون عنده مهارة الاستماع. يعطيني إذنه فقط، حتى لو ما كان بيده هذه الصلاحية، أنت بإنسانيتك سمعت لي. نعم. فمن خلالك دكتور عادل كيف يعني تعرج على هذا الموضوع، مهارة الإنصات والاستماع إلى هذا الموظف اللي يشكو من شيء ما؟ نعم، طبعا الاستماع معناه أني أستمع إلى ما يقوله الطرف الآخر وما لا يقوله، يعني في أشياء ترى بين السطور، زين، يسمون الاستماع الشمولي على حسب مراده، تمام؟ فعندما أسمع أنا ما أسمع الكلمات فقط، أسمع لغة الجسد، أسمع نبرة الصوت، أسمع حتى السكتة يمكن لها معنى، تمام؟ وأسمع أيضا الإيماءات، وأسمع اللي يقوله بناء على الرسالة بيوصلها، مش الرسالة اللي أنا أريد أفهمها، لأن بعض الناس أحيانا يسمع يفهم على كيفه لكن ما يفهم شيء على مراد الطرف الآخر. طبعا مهارة الاستماع من المهارات المهمة جدا في الحياة بشكل عام وفي الكوتشنج بشكل خاص. طبعا كل مشاكل الدنيا ترى بسبب عدم الاستماع وعدم الإنصات للطرف الآخر. صحيح. مشاكل البيوت، الزوج ما يسمع زوجته أو الزوجة ما تسمع زوجها، مشاكل الموظفين، المدير ما يسمع موظفينه ويقرر وما يسمع منهم، حتى المشاكل بين الدول ترى ما حد يسمع الثاني، كل واحد عنده رأي يريد يفرضه على الطرف الآخر. فلذلك مهارة الاستماع مهمة جدا. في بعض الناس أيضا يمكن يستمع عشان يرد عليك، مش يستمع عشان يفهمك. في بعض الناس يسمعك عشان يحكم عليك، مو عشان يدرك ما تريد. في بعض الناس يمكن يسمعك عشان يعني يبين هو صح وانت غلط، وفي بعض الناس يسمعك عشان يصل معاك إلى الحلول المشتركة أو الحلول الوسط اللي بينك وبينها. في بعض الناس يسمعك يعني لأغراض داخلية عنده مثلا، وفي بعض الناس يسمعك عشان يعني يصل معاك إلى فهم أنت شو تبغى، يفهمك، يفهم نفسك، يفهم مشاعرك، يفهم ماذا تريد منه، عشان نصل مع بعض إلى نقطة التقاء، نقطة التقاء. طبعا الاستماع مهم جدا جدا في المدير. تخيل المدير ما يسمع موظفينه، دائما يتخذ قرارات بروحه. أحيانا المدير يسمع موظفينه والله يصل إلى حلول جذرية وحلول يمكن ما يتخيلها، لأن الموظف الميدان، الموظف يمكن أصغر موظف وما في أصغر موظف، لكن يمكن أصغر موظف درجة يمكن يشوف شيء أنا ما أشوفه، يعرف أشياء أنا ما أعرفها مش منتبه لها، ليش هو في الميدان وأنا قاعد في المكتب يمكن ما أشوف الأشياء هذه. فكل ما الموظف يسمع من المتعاملين، يسمع من الموظفين، سيكون عنده وعي وإدراك أكبر بالأخطاء أو بالمشاكل، ويصل إلى حلول أيضا من الموظفين اللي عنده. وهذا اللي يميز الكوتش، أنه يطلع الحلول من الناس. يمكن أنا عندي حل لكن ليش ما أسمع منك، ليش ما أطلع الجوهر والأفكار الإبداعية اللي ما طلعت منك حتى الآن، يمكن حلك أحسن من حلي.
ما هي النتيجة السليمة والصحيحة؟ أن تكون في كل بيت أو دائرة أو مؤسسة فيها كوتش. نعم طبعا ثقافة الكوتش الحمد لله بدأت تنتشر في الوطن العربي خصوصا في دولة الإمارات. كثير مؤسسات عندهم كوتش داخلي وعندهم كوتش خارجي, وكثير مؤسسات بدأوا أيضا يسوون دورات كوتشنج للقادة بحيث أن القائد يكون كوتش. فعشان ننشر هذه الثقافة نحتاج مجموعة أشياء. أول شيء أن يكون عندنا مثلا كوتش داخلي في الموارد البشرية يسوي جلسات كوتشنج للموظفين, أو نتعاقد مع كوتش خارجي يسوي جلسات كوتشنج للقادة والموظفين يطور أدائهم ويرفع مستوى إنتاجيتهم. والشيء الثالث هو أن نسوي جلسات دورات كوتشنج للقادة, لأن القائد عندما يكون كوتش سيجعل جو المؤسسة إيجابي. تخيل قائد يسمع, قائد يشاور, قائد يشجع يحفز يطلع أفضل ما في الموظفين من إبداعات ومن طاقات. بتحصل هذه الدائرة وتشوف الموظف أن المدير يسمع له يقدره, هذا يفجر الطاقات الموجودة فيها الموظفين ويجعل الجو إيجابي بشكل ما تتصورونه. ودكتور عادة قبل يداهمنا الوقت, نحن قدوتنا في القادة يعني أكيد حكامنا سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد, يكتب ويأمر ودائما يقول من هو القائد ومن هو المسؤول والمدير, وأنا يعني من أريد في هذه البيئة؟ أريد نظام مثل ما يقولون الأبواب المفتوحة للاستماع وللإنصات. فتعليقك على هذا الموضوع أن هذا مبدأ عمل موجود في دولة الإمارات وهم قدوتنا في هذا الموضوع. نعم شوفي, ما في إنسان قائد ومؤثر إلا وله كوتش غالبا, واللي عارفة أنا مشوهنا أن عندهم يعني مستشارين وعندهم كوتش يساعدونهم على يعني هذه الأمور. وأي قائد عنده كوتش صدقوني بيكون شغله وبيكون إنتاجه وبيكون وعيه وبيكون يعني طاقته أكبر من شخص ما عنده كوتش. تخيل مثلا أنا عندي جلسة كوتشين كل أسبوع أسبوعين مع كوتش, هالسنة بتكون نفس كل سنة ولا تكون غير؟ غير أكيد بتكون غير. كل جلسة أنا أطور فيها شيء, كل جلسة أنا أسد ثغرة, كل في جلسة أنا أحل مشكلة, كل جلسة أنا أتخذ قرار استراتيجي. لا شك أن الإنسان يحتاج إلى شريك للتفكير, الكوتش مثل شريك التفكير اللي يساعدني أفكر بشكل شمولي بدل ما أفكر بشكل محدود بسبب عقلي, ولكن لما يكون في عقلين شخص يساعدني على التفكير لا شك أني سأبدأ أدرك وأفهم أشياء بشكل أفضل من السابق. صحيح, إحنا هاي رسالة بعد نوجهها لكل قائد ولكل مسؤول, يجب أنك أنت تستمع لموظفينك ومن يتبعونك ولا تستمع للآخرين تنظر لهم بإذنك. هاي شائعة هذه الأيام. نعم نعم. الدكتور عادل المرزوقي مدرب وكوتش معتمد نورتنا اليوم في مساء دبي, شكرا لنصائحك القيمة فيما يخص عن مهارات القائد, ونتمنى دائما كل إذا على صعيد العمل البيئة دائما تكون إيجابية ومحفزة, إن كانت هذه المهارات موجودة من القائد وإن كان هذا الإخلاص موجود أيضا من الطرف الآخر الموظف. شكرا.